السوداني، ومنها نقرأ: وزير المالية: الوضع الحالي خطر جدا. حذر وزير المالية دكتور إبراهيم البدوي من خطورة الأوضاع الحالية بالبلاد، وقال إن الوضع الحالي خطر جدا، وكشف في حوار مع السوداني أن القطاع الرسمي فقد السيطرة من المعاملات الاقتصادية، خاصة المرتبطة بالنقد الأجنبي، ونوه إلى أن أهم عائق للاقتصاد هو العجز في حصيلة النقد الأجنبي، وقال إن وارداتنا الآن أكثر من ضعفي الصادرات. وشدد البدوي على ضرورة تعويم سعر الصرف للقطاع الخاص مع عدم تحريك الدولار الجمركي، وقال إن هذا الأمر سيتم طرحه في المؤتمر الاقتصادي، كما أكد أن البقاء أو الإبقاء على الدعم السلعي وتثبيت أسعار الصرف كما هي عليه الآن لا يستندان لأي منهج اقتصادي. وأوضح البدوي أن الاقتصاد السوداني هو اقتصاد استهلاكي بامتياز. طيب أستاذ يوسف، الآن الوضع خطر جدا كما يصفه وزير المالية، إذن ماذا ينتظر الوزير؟ ربما هذا السؤال يسأله كثير من الخبراء الاقتصاديين وكثير من المهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي أيضا. نعم، السيد وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي ظل يطلق تصريحات من فترة لأخرى عن الاقتصاد، وهو برضو قدم خلال رؤيته وكذا، لكن مثل هذا الحديث أنا ما أعرف هو جاي في سياق مقابلة، بالتأكيد ما مش كل المقابلة تم الاطلاع عليها أو هذا ما تم اختزاله في الخبر، لكن هذه التصريحات المؤكدة طبعا له هي تحمل أو صورة غاتمة جدا، عكس من خلاله هو صورة غاتمة للأوضاع. أنا أفتكر أنه النقطة بتاعت الاقتصاد السوداني وما يعاني ومتردد مسألة قديمة ومتطاولة منذ النظام البايد، وكان الناس لكنها متفاقمة. نعم، ولكن كان ينتظر من الوزير الجديد أنه يكون هناك سياسات أو حتى من الحكومة الانتقالية دي، إن هي بالأساس يعني كان التعويل عليها كبير في أنها تضع حد لهذا الانهيار المتواصل للاقتصاد، على الأقل يعني الناس ما كان مؤملين في مرحلة رفاه في فترة انتقالية أو أكثر من، لكن كان الحد من مثل هذه أو تخفيف وطأة الضائقة المعيشية دي على الإنسان السوداني، لكن واضح أنه في فشل في السياسات المطروحة الآن اللي بتعتمد عليها الحكومة الانتقالية ممثلة الآن في وزارة المالية، لم تقدم ما يشفى عليها بأنها هي على الأقل قدمت يعني يمكن أرضيات لحلول قادمة. يعني مثل هذا الحديث هو معروف أنه الاقتصاد وضعه كيف يعني. طيب أستاذ يوسف، أيضا إقرار الوزير بأن القطاع الرسمي قد فقد السيطرة على المعاملات أو من المعاملات الاقتصادية أو عليها، يعني ألا يكشف هذا الحديث أيضا فشل سياسات الحكومة في السيطرة على الأوضاع بعد كل هذه الأشهر؟ يعني أنت تقر أنك فشلت في السيطرة على كثير من المعاملات الاقتصادية. هو كان المعول على الحكومة الانتقالية في الفترة دي فيما يلي الاقتصاد تحديدا إنها تعمل معالجات، يعني كأنما هي حكومة أزمة أو حكومة بتاعت معالجات أزمات معروفة، وعاش الإنسان السوداني المواطن العادي وظلت يعني تطحن كده في المواطن البسيط من فترات. كان الأحرى إنه نحن نتوقع إنه يكون في سياسات لوضع حد لهذا، لكن في تناقض واضح في مسألة إدارة العملية الاقتصادية، أو هنالك تقاطعات ما بين الحكومة ما تعلن وما بين الأجهزة السياسية اللي هي تمثل الحاضنة للحكومة دي أو المناصرة لها، ما كان في رؤية واضحة متفق عليها، إلى أن اهتدى الجميع الآن إلى مؤتمر اقتصادي منتظر يمكن في الشهر المقبل ده، ودي كانت عملية عكسية، يعني اللي كان الأفضل إنه المؤتمر يسبق هذه الحكومة أو تهتدي بهداه، أو كان وضع كل هذه الأمور على طاولة التشريح الاقتصادي المناسب والمعقول من خلال الخبراء ومشاركة السياسيين، كان ده بيخلي إنه الحكومة أو وزارة المالية الحالية إنها تنطلق من موجهات واضحة، لكن واضح انه تركت الامور هكذا. حتى يعني سياسه الدكتور البدوي يمكن كانت اقرب للسياسات اللي بتجري في المواءمه مع البنوك الدوليه وغيره، ودي اتضحت للناس، وبرضه كان في راي انها هي غير مناسبه للواقع السوداني الطاحن الان ده.
فافتكري المسألة دي لو كانت المؤتمرات سبقت العملية دي بشهور لكان نحن في وضع أفضل. على كل حال أنا أتصور إنه الأمور ستمضي إلى المؤتمر الاقتصادي، هنشوف كيف بعدك، هل حيكون في تبديل سياسات، هل حيكون في تبديل شخوص أيضا. الأيام حبلة أيضا أستاذ يوسف. الوزير تحدث عن أن الواردات حجمها أو تساوي ضعف أو ضعفي الصادرات، يعني ضعفي الصادرات هو حجم الواردات السودانية، هو حديث أيضا قديم معروف في السودان في الميزان التجاري، ما يستورده السودان أكثر مما يصدره، لكن هذا الأمر يتفاقم ويفتح سؤالا آخر عن أين هو برنامج السيد الوزير لزيادة الإنتاج؟ نعم، كما أسلفت وقلت أنا يعني صحيح إنه البلد الآن أزمتها الحقيقية، لأي زول بسيط بعيد عن أي حاجة يفهم إنه أنت ما ممكن أن تخرج من هذه المعضلة أو هذا الواقع الآن بتاع الاقتصاد بدون الإنتاج. نعم. صاحب كل بصيرة بيعرف المسألة دي، لكن كيفية الإنتاج بيبقى ده السؤال، كيف نحن نصبح دولة ممكن نعادل في الميزان التجاري على الأقل يعني. أفتكر إنه ده أيضاً كان بيرجع لأنه عشان أنت تخطو خطوة نحو الإنتاج، فبالتالي ده بيتطلب إنك أنت في بداية الأمر إنه تكون لديك يعني أو مسألة ضبط الصرف ذاته وسعر الصرف أو تحدد السياسات المطلوبة، لأنه العملية دي كان بتتم ما في سبيل لأنها تتم إلا عبر الاستثمارات، والاستثمارات تصطدم ب كثير من الإشكالات في مسألة العقوبات وكذا وما إلى ذلك. أفتكر إنه الحكومة لم تولي ملف الاستثمار هذا القدر الجيد يعني في بداية الأمر. أفتكر إنه كان بيكون مفتاح الحل. أنت محتاج الآن لاستثمارات نوعية وعاجلة حتى إنها تعمل المعادلة النسبية المطلوبة عشان تقدر الاختلال الكبير في الميزان ده ممكن يحصل، لكن بخلاف كده لأنه الحكومة فشلت أيضا ودي مهمة جدا في إنها تسترد الأموال المنهوبة حسب ما تم إعلانه، لأنه الكل كان متطلع لأنه النظام البائد خلال 10 سنوات الأخيرة أهدر أو يعني كان معادن السودان، كان خيرات السودان من بترول لمعادن درت الكثير، يعني هي قدرت بما يقارب $100 مليون أو أكثر من كده في خلال 10 سنوات الأخيرة، بس أين ذهب هذا المبلغ؟ كيف ذلك؟ كان لو كان في سياسات حقيقية تم إعمالها لاسترداد جزء من هذه الأموال المنهوبة أو التي يعني ذهبت إلى جهات بغير وجه حق، كان ممكن تكون لبنة تبني عليها الحكومة أو وزارة المالية الحالية عشان تقوم بعملية الإنتاج أو بتشجيع حتى القطاعات اللي تعوقت الآن وما قاعد تنتج يعني تنعيشها كده عشان تصل، لكن فشلهم أيضا في هذا الجانب. ده نتيجته الحالية، أضف له لم يستطيعوا أن يفتحوا نافذة بتاعت استثمار جيدة. طيب أخيرا في هذا المحور أو في هذا السؤال، تراجع قيمة العملة ودعم السلع تحدث عنها أيضا السيد الوزير، هل وهي عرض لمرض وليست المرض نفسه، لماذا يصر السيد الوزير على معالجة الأعراض دون الالتفات لجذور المشكلة بمعالجة الخلل في الميزان التجاري كما تفضلت بذكر قبل قليل؟ ما هي الأسباب من وجهة نظرك؟ نسأل عن الأسباب. أنا أعتقد إنه وزارة المالية أقرأ في السياسات الماضية دي، أنا أفتكر إنه كان التعامل أو تكون سياسات السيد الوزير الحالي اصطدمت بممانعات ورفض سياسي أو حتى شعبي للسياسات اللي هي نظريا هي سياسات تمضي في مع المنظومة الدولية، صندوق النقد اللي بيطرح إصلاحات بموجبة، أفتكر إنه هي دي كانت فلسفة البدوي وكانت هي سياساته، لكن لما اصطدمت بهذه الممانعة ظل الرجل يدور في فراغ كده الآن، ما شعر إنه عنده ما يقدمه بشكل واضح. عشان كده لو كانت السياسة سبقتها مسألة مناقشة جذور الأزمة الاقتصادية بشكل حقيقي وتم الخروج بتوصيات حقيقية، أنا أفتكر إنه كان بيسهل كثير لوزارة المالية وللحكومة حتى الحالية إنها تقدم أشياء وهي مش مجهدة أو مشتتة، يعني كان بتشتغل على هدى، لكن قيام الخطة الاستراتيجية منذ البداية كان واضح الآن يعني النتيجة.